يا دكتور، أنا آسفة أوي إني بكلم حضرتك يوم أجازتك، بس معلش أنا تعبانة أوي. كل مرة هيكون أصعب من المرة اللي قبلها. أنا بجد مش عارف أنت هتفضلي على موقفك ده يا مدام نايت لحد إمتى. معلش يا دكتور، استحملني شوية. يا فندم أنا ما عنديش أي مشكلة، المشكلة فيكي أنت. صدقيني أنت هتوصلي لمرحلة، أنا آسف بس مضطر أقولك بصراحة، في مرحلة لو لا قدر الله وصلت لها، لا أنا ولا أي مخلوق هيقدر يعمل لك أي حاجة. أنا فاهمة يا دكتور، أنا فاهمة والله، وأوعدك في أقرب فرصة هاجي لحضرتك، بس أرجوك أرجوك قولي على أي مسكن النهاردة. حاضر يا مدام، بس اللي بتعمليه ده خطر عليكي. هاتي ورقة وقلم. ماما ماما بقالي ساعة بنده عليك، انت نمتي؟ اه جيت افرد ظهري، راحت عليا نوم. فين التيار الرمادي بتاعي؟ من ساعة ما جيت التنظيف قلت اشيله في الظرف المقفول عشان ما يتدربش. هقوم اجيبهولك. اتفضلي يا حبيبتي ولا تزعلي. ممكن ما تاخديش حاجة تخصني وتحطيها في مكان معرفوش؟ حاضر. انتي رايحة فين؟ معزومة على خطوبة واحدة صاحبتي. مين صاحبتك دي؟ ما تعرفهاش، سكرتيرة بتشتغل في شركة من الشركات اللي بتعامل معاها. بس ما تتأخريش عشان ابوكي لما بيرجع من برا ما يلاقيكيش بيساعة. حاضر يا ماما. ازيك يا احلى ماما في الدنيا كلها، يا حلوينت يا مز. يا سلام، جايه رايقه وفايقه. انبسطتي قوي مع صحباتك وانا هنا اتخانقت مع ابوكي. ليه حصل ايه بس؟ سال عليكي لما اتاخرتي وقعدي بس تفي. هو انت لسه هتعرفي بابا؟ ما هو على طول كده، اول ما حاجه تعصبه يشوف اي حاجه يتلكك بيه عشان يفش غل. بنت عيب تتكلمي على ابوكي كده. طب هو مش عيب ما يبقاش واثق في البنت اللي رباها؟ ما انا قلت له كده. وقال لك ايه؟ قال لي انتي اللي مسؤوله عن تربيته. يا ماما انا راجعه مبسوطه، يرضيكي تعكنيني عليا؟ والله يا حبيبتي انا ما عايزه حاجه من الدنيا غير ان انتي واخوكي تبقوا مبسوطين. يبقى نقفل على الموضوع وتسيبيني اروح انام. يلا تصبحي على خير. انتي من اهل. ماما ماما ماما